السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البقسماط الصحي، نوع من السناك نقدر ناكله واحنا عاملين دايت. عاملاه بنكهات مختلفة بالسمسم وحبة البركة والبابريكا والزعتر. ونشوف المقادير سهلة جدا. هحتاج لكوباية ونص من مية الدافية، كمان هحتاج لنص كوباية من زيت الزيتون، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، 5 معالق كبار من الحليب البودر، معلقة كبيرة من عسل النحل، ممكن نستبدلها بالسكر، ومعلقة صغيرة من الملح، 2 كوباية من الشوفان المطحون. بجيب الشوفان وبطحنه، ده بيكون شكله، و4 كوبايات من الدقيق الأسمر. الدقيق الاسمر اللي هو دقيق الحبه الكامله، وده طبعا بيكون اصح بكتير، والبقسماط ده طبعا بيكون مشبع كمان. والمقادير هسيبها لكم مكتوبه في اخر الفيديو. هجيب بوله وابتدي احط 1.5 كوباية من الميه السخنه او ميه دافيه، احط عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومع الخميرة دايما بحط الغذاء بتاعها سواء كان سكر او عسل، معاها معلقة كبيرة من عسل النحل، وابتدي اقلبها تقليبة بسيطة. اسيبها في درجة حرارة الغرفة حوالي 5 دقايق لـ10 دقايق. بعد تقريبا 10 دقايق بتأكد ان الخميرة شغالة، ابتدي بقى احط بقية المقادير. 4 كوبايات من الدقيق الاسمر، وعليها معلقة صغيرة من الملح، والحليب البودر اللي هو بيخلي العجينة حلوة جدا وبيحسن العجينة، وحط كمان الشوفان المطحون. الشوفان من الحاجات المليانة بروتين وألياف عالي جدا، ونص كوباية من زيت الزيتون. والعجينة ما بتاخدش معايا أي مجهود خالص، مجرد اللي أنا بقلبها كده بالسباتولا أو بأي معلقة خشب، وأول ما تلم مع بعضها. ومقدار المية طبعا هو مقدار مظبوط، بس ممكن تحتاج معاكي معلقة او 2 على حسب نوع الدقيق بتاعك. انا بالنسبة لي استعملت 1.5 كوباية من المية، وكل المقادير عملتها بنفس الكوباية. العجينة مجرد ما لمت ابتديت ان انا اعجنها بشكل بسيط جدا. طبعا هي هتكون غير العجينة اللي هي بالدقيق الابيض، بتكون قاسية شوية يعني زي ما انتم شايفين كده، او لونها غامق شوية بسبب الشوفان والدقيق. مش هتاخد في ايدي يعني غير عجنة كده بسيطة، اقل من دقيقة واحدة زي ما احنا شايفين. وبعدين برجعها تاني في البولة، اكون دهنة البولة بتاعتي زيت، واسيبها تخمر حوالي ساعة في مكان دافي، ولازم اكون مغطيها. بعد ما خملت شايفين شكلها ضعف ما شاء الله. عايزة ابتدي اقسم العجينة عشان اعرف اشتغل بيها، فهقسمها على 2 تقريبا. ممكن تقسميها على 4 اجزاء لو انت عايزة تجربي الـ4 نكهات. وهبتدي افردها بشكل بسيط، هتلاقيها بتتفرد معاكي بمنتهى السهولة لانها طبعا متخمرة كويس. كل ما تكون العجينة مستريحة بتبقى سهلة جدا في الفرد. دلوقتي عشان اسهل على نفسي، فاكرين للأداة دي انا وريتها لكم في المشتريات، عبارة عن عجلة المعجنات دي، جميلة جدا وبتسهل عليكي جدا وانت بتعملي الحاجة بشكل بسيط قوي. همرر العجله ديت على العجين، وطبعا لو ما عندناش تقدري تستعملي اي سكينه عاديه. وطول البقسماط او حجمه على حسب ما انت حابه، كل ما بيكون رفيع كل ما بيكون مقرمش اكتر. وخلاص كده هبتدي ارصه في عندي في اي صاج. والكميه بتاعه الدقيق اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو بتعمل الكميه اللي انا هوريها لكم، كميه كبيره ما شاء الله، نقدر نعملها ونحتفظ بيها في اي علبة تقعد عندنا وقت طويل.
وده اول صاج عملته تقريبا بنص العجينة، وبالنص التاني بتاع العجينة برضو نفس الكلام فردتها، وهبتدي بالعجلة ديت اقص العجينة. ارصهم بقى جنب بعض، يعني اسيب مسافة صغيرة يعني مش هتخمر قوي. وبعد ما بخلص المقدار كله ما بسيبوش بقى تاني يستريح خلاص. في الوقت اللي انا بسخن الفرن فيه اي حاجة هدخلها الفرن لازم تكون على فرن سخن، فبسخن الفرن قبلها. اللي عايز بقى يعمل نكهات ممكن تسيبيه كده، وممكن تعمليه بالنكهات. فانا عايزة ادهن وشه مية، فبجيب اي فرشة وبحط على وشه كده شوية مية علشان اي حاجة هحطها تلزق فيها. ممكن احط سمسم او حبة البركة او الاتنين مع بعض، طبعا مليانين فوائد. او ممكن احط بابريكا او بردقوش او الزعتر، النكهة اللي انت بتحبيها تقدري تعمليها. وممكن كمان ترش شوية ملح عليه لو انت حابة يبقى بالملح. بدخله الفرن على درجة حرارة 180 بيقعد حوالي 20 دقيقة، والريحة بقى بتبقى جميلة جدا. ريحة المخبوزات في البيت من احلى الحاجات، وزي ما احنا شفنا الطريقة سهلة ومش محتاجة اي مجهود خالص. الصاج بتاعي جاهز ان هو يخش الفرن، هدخله واوريكوا شكله بعد ما بيطلع بيكون شكله ازاي. ده بيكون شكله بعد ما استوى، يعني بينفش شوية صغيرين جدا، يعني مش ما بينفش قوي. وزي ما احنا شايفين اهو مستوي بيقرمش، وده اللي بالسمسم. صراحة كلهم طعمهم احلى من بعض، وكنوع من السناك تقدري تاكلي معاه اي حاجة كده، حتة جبنة تحتفظي بيه بقى في علبة محكمة، يعني علبة ليها غطا. في منتهى الجمال، انصحكم جدا ان انتوا تجربوه. واللي عايز بقى المقادير بالظبط هتبان دلوقتي اعلى الشاشة، تقدري تاخديها سكرين شوت. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامة. عبء على الجسم زيادة. كل اللي انا عملته اللي انا غسلت الخضار بتاعي بالمية والخل علشان اضمن ان هو يكون ندف، وعندي الفود بروسيسور بتاعي في الاداة ديت، ودايما انا بستعملها عشان في ناس كتير قوي سألتني احنا مش لاقيين استعمالات للفود بروسيسور غير الاستعمالات العادية اللي انت بتستعمليها. فانا النهاردة بقدم لكم ان احنا نعمل طبق السلطة بتاعنا في دقيقة واحدة، واحسبوا معايا انا مش مجرية المقطع ولا حاجة. ادي الخيار بتاعي اتقطع بالتساوي وعلى شكل شرائح جميل جدا، البصل الاحمر، الكرنب الاحمر، الكرنب الابيض، كل انواع الخضرة اللي عندك ممكن انت تعمليها. انا حتى عندي الطماطم بتاعتي جامدة في السعودية هنا،
فببتدي برضو احطها في الفود بروسيسور بتاعي من غير اي مشكله. بس صراحه افضل طريقه واصح طريقه لعمل السلطه هي ان هي تكون تتقطع كبير، وكل ما تكون ما بتلمس اي سكينه او اي جهاز بتكون صحيه اكتر وبتكون فيها فيتامينات اكتر. يعني لو عندي مثلا الكابوتشا او عندي سبانخ او عندي جرجير او عندي اي خضروات ورقيه اقطعها بايديا، ده بيكون افضل من اقطعها بالسكينه. ولو عندي بقى بقيه الخضار العادي كل ما اقطعه كبير ويكون يعني ملمس السكينه كتير كل ما يكون صحي اكتر. بس لو انت مستعجله وهتكسلي خالص على عمل السلطه اعملي الطريقه دي، مش لازم تعمليها كل يوم بالطريقه دي، اعمليها بس في الوقت اللي انت تكوني مستعجله فيه. انا النهارده قلت اقولها لكم علشان اللي عنده الجهاز ده ومش عارف يستعمله تاني في ايه يقدر يعمل فيه طبق السلطه زي ما انتوا شايفين، الوانه مبهجه وجميله جدا تفتح النفس. بالنسبه بقى للدريسنج او التتبيله اللي احنا نقدر نستعملها اللي انت بتحبيه وعلى حسب ذوقك، ممكن تعملي التتبيله دي وتشيليها في الثلاجه في بطرمان صغير كده ازاز، وقت ما تيجي تستعمليها ترجيه وتحطي حبه من التتبيله. ممكن نعمل مثلا زيت زيتون مع ليمون مع ملح كمون ونحطها في الثلاجه، وقت الاستعمال نحط بس رشه منها على السلطه. الناس اللي بتعمل دايت مهم جدا طبق السلطه ليها، لانه مليان الياف ومليان فيتامينات بيشغل حيز كبير من المعده وبيخلينا نشبع بسرعه. وعايزه اقول لكم ان احنا لازم نبقى قدوه لاولادنا، اولاد كتير بيقولوا ان احنا ما بنحبش السلطه، ده حتى بابا وماما ما بياكلوش سلطه. فطبيعي لما اولادك يشوفوكي ما بتاكليش سلطه انت وباباهم اكيد هيطلعوا ما بيحبوش السلطه، ولو لقوكي بتحبيها هيحبوها اكيد مع الايام هيحبوها. وانت دايما تشجعيهم على اكلها، يعني ما تقوليش لا ده خلاص هما مش بيحبوها وخلاص وتسيب الامر كده. انا النهارده هزود طبق السلطه بتاعي بفيتامينات اكتر والوان جميله اكتر. عامله بتنجان مشوي احنا عملناه مع بعض قبل كده على الطاسه بطريقه سهله جدا، بحب جدا طعم البتنجان مع السلطه. تقدري تاخدي الوجبه ديت كانها وجبه، يعني لو جوعتي ما بين الوجبات ما بين الغدا مثلا والعشاء او ما بين الفطار والغدا تقدري تقومي تعملي طبق زي ده، بجد هيبقى سعراته قليله جدا وطعمه جميل هيفتح النفس وهيخسسك. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.